أيها النجوم، نحن نفتخر بكم وبإنجازاتكم. اليوم نكرم 12 سفير للجامعة الألمانية من عدة آلاف، ليس فقط في مصر ولكن في العالم. هناك الكثيرون من قصص النجاح المماثلة والتي نتمنى أن نتعرف عليها ونفرح بها، فهم يمثلوا مبادئ وروح وقيم الجامعة الألمانية بالقاهرة، والتي أتمنى أن تبقى هذه الروح وهذه القيم وهذه المبادئ التي زرعناها في الجامعة مع افتتاحها في عام 2003 باقية فيكم ولأبنائكم وللأجيال والقرون القادمة بإذن الله إلى عام 3003، وإن شاء الله نشوفكم بصحة بعد 1000 سنة. وبالتأكيد مصر فخورة بكم، وستبقى أعمالكم ممثلة فيما سوف توجدوه من حضارة وتراث للأجيال التي ستبقى لكم هذه الإنجازات، وستعود بكم مصر إن شاء الله لما كانت منذ آلاف السنين رائدة الحضارات. أنا في كل حفلة تخرج في آخر الكلمة بتاعتي بقول إيه؟ بقول أنا براهن بخريج الجامعة الألمانية. النهاردة أنا كسبت الرهان بالإيفنت بتاع النهاردة، أنتوا اللي حققتوه فعلاً، الرهان صحيح والرهان مظبوط، وأنا كسبته لأن فعلاً أنتوا موديل وإكزامبلز جميلة لشباب مصر كله. شباب مصر شباب واعد، شباب جميل، وبيسألونا دلوقتي في الفضائيات تقول إيه للشباب وتقول إيه لمصر. كل واحد من الشباب دول ترس جميل وبيشتغل وتالنتد وكوميتد، لكن يمكن اللي ناقصه ان الترس ده يتحط في المكان الصح، مكان هنا الاتموسفير الجميل، البيئة اللي حواليه، امكانيات اللي فيها. فبقول لكم انطلقوا، بلادي وبناتي خريج الجامعة الألمانية. Definitely a pleasure to be here tonight. Looking back 13 or 14 years ago, when I was among the first high school students to hear about the GUC and apply to the GUC at a small office that is as big as the copy center we have today, it was quite of a big risk for me and my parents to make. But I'm happy to say it was the best decision I've made, maybe the second best. My wife is sitting over here. Over the past few years. Throughout the years, I got more funds and more support from the GUC than I ever paid in tuition fees. I got a lot of scholarships, trips to different countries, different places. I got to finish my degrees, both the bachelor and master's. The GUC opened a lot of networks for us. Even we started Robusta 1 year before graduation with my two amazing partners, Islam Abd Rauf and Ahmed Abu Safi. And the GUC became our first client. It was an amazing journey, and we still love to be associated with the GUC at every possible opportunity. I would like to thank our professors, on top of them, Professor Slim Abdel Nader, for being the godfather of me and many others. I would like to thank the GUC founders and admin led by Dr. Ashraf Mansour, who themselves set a true model for entrepreneurship, not only in Egypt, but a global model for entrepreneurship. They started a university out of nowhere, and they started it in the middle of the desert when there was absolutely no other buildings in New Cairo at that time back then. It's been a pleasure, and I'm honored to be here tonight. Thank you very much. النهارده اتس ا فيري جود شانس فور اس ان يبقى في حاجه من الجامعه لتكريم، ان هي بصراحه كانت مفاجاه لان هي ما حصلتش قبل كده. احنا من ساعتها ابتدينا روباستا اور تك ايجنسي، واحنا فضلنا ان كونتينوس ريليشن شيب مع الجي سي ثرو اوت الديفرنت كورسز وبروجرامز اللي الجامعه بتوفرت للستودنتس، وبنستفيد جدا من الريليشن شيب مع الجي سي من ساعتها.